السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنبدأ حلقة أخرى أو تذكرة أخرى في قواعد الصحة العامة عند المسلمين التي علمنا إياها المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرن. من جزئين، الجزء الأول هو غسل اليدين قبل الأكل. لماذا؟ لكي لا يكون في هذين اليدين أي نوع من أنواع الجراثيم أو القدرات إن إحنا ممكن نضعها في فمنا. إحنا طبعا كعرب أو كمسلمين أو كشرقيين أو إلى آخره نستعمل اليد في إننا نغرف أو نأكل بالعيش إلى آخره من الغموس. فعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم دائما غسل اليدين قبل الأكل لكي لا نصاب بما يأتي على يدينا أو من جراثيم أو قدرات. دي نمرة واحدة. نمرة اثنين، إذا حل المرض أو الطاعون أو الوباء أو البلاء بمكان ما، فمنعنا الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا إما من الخروج من هذا المكان إلى خارج المكان الموبوء أو الدخول لمثل هذا المكان إلى داخل المكان الموبوء لكي نحافظ على الصحة العامة للمسلمين أو للبشر عامة سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. وهذا الأمر يقع على كل المواطنين الذين يقبعون في الأماكن الموبوءة، وهذا ليس شيء مستحدث، شيء الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إياه منذ أكثر من 14 قرنا لكي نحافظ على صحة من أصيبوا بالوباء أو نمنع هذا الوباء من الانتشار في الخارج. وده حصل في عصر سيدنا عمر لما حصل في طاعون في منطقة اسمها عمواس في الأردن وطبق القواعد اللي أرساها الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا مننظر لمثل هذه العلاقة ما بين الدين الإسلامي الحنيف وتعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم ما تعلمنا إياها في الصحة العامة لكي نحاول أن نساعد أنفسنا في تعلم مبادئ الصحة العامة والنظافة الشخصية لنمنع نقل الجراثيم والميكروبات والقدرات التي تصيبنا بالأمراض. وجزاكم الله خير. أرجو بعد المشاهدة أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتشيروا الفيديو مع أصدقائكم وأحبائكم. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.